فعالية 23/9، لأن يوم الله يحفظه سمو الأمير استقبلنا وقعدنا ويعني بارك لنا ودعمنا وطلب من عندنا أنه وده يشوف المباراة الكويت والقادسية في استاد جابر، علما أن احنا قبل لا ندخل كنا متفقين تلعب على استاد كاظمة. هذا خبر اول مره علشان طبعا يعني صاحب السمو طلب صاحب السمو قاعد والوزير قاعد قال اول استاذ جابر خلي حطوا المباراه على استاذ جابر وليش ما تلعبون على استاذ جابر وهذا طلب سامي ولا يمكن ان نرفضه ولا يمكن ان ما ننفذه ولا يمكن ننفذه عادي لازم ننفذه بشيء يعني بالقيمه اللي نقدر نوصل لها فهذه اللي خلتنا يعني وجهتنا ان من طلعنا من المكتب سمو امير البلاد من الديوان واحنا الافكار شلون نشتغل فيها فحددنا المهمه وحددنا الوقت لان الوقت 3 أيام بعدها كان عطله الاعياد فطبعا صعب انك انت تاخذ قرارات من مؤسسات تدار بالاجماع والديمقراطيه تاخذ قرارات فرديه في مبالغ خياليه فطبعا هي العلاقات وسمو العلاقات ولما تعرف الشركات الوطنيه اللي هي عندهم بوادر يعني احنا بالعمل هذا نعرف منو اللي بادر بسرعه طبعا جميع مؤسسات الكويت كلهم يدعمون الانشطه الرياضيه والكويت ولكن في فرق بين الداعم السريع واللي يفكر يعني يوخر عنا اللوائح والقوانين